حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع وهو صعيد افيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سوده بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي عشاء وكانت امراه طويله فناداها عمر الا قد عرفناك يا سوده حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله ايه الحجاب